لان مش هذا شفت انني جيت من هولندا لوجده باش نحتفل مع الوجاده ومع المغاربه كاملين كما كتسمعوا الطبول والفرحه عمت المغرب كامل وعمت حتى نقولوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بنهاد المناسبه ديال الفوز الفريق الوطني ديالنا نقولوا لجميع اللاعبين برافو عليكم والحمد لله حمرتونا وجهنا ونتمنوا ان شاء الله من اللاعبين يزيدوا يبذلوا مجهود ان شاء الله ويوصلوا لنا لافينال ويفرحونا وما عندي ما يتسال وتبارك الله على جميع المراغبه والله يحفظهم لينا وتحيه المغرب وعسى جلاله الملك والله يحفظ جميع المغاربه والله يجمع جميع العرب كلهم والله يحفظكم وتبارك الله عليكم. كما كتشوفوا الفرحه عمت مدينه وجده وجمهور كبير وغفير كيخرج وكيحتفل بالنصر الكبير. يعني هذه كما نقولوا معجزه القرن ان ديالنا الحمد لله يوصل للدومي فينال وان شاء الله يا ربي يوصل للفينال. وكما قال لكم سير وديروا النية ان شاء الله نوصلوا وحنا ديما دايرين النية دائما دايرين النية وتبارك الله عليكم والله الى فرحة كبيرة 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 وتحية لكم والفريق الوطني ويعني كبير وصغير وتحية للسي وليد الركراكي اللي جاب لنا هذه الفرحة كما نقولوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وتبارك الله عليكم وتحية لشوف وتحية لشوف تي في تحية اللي كتسهر لنا وكتبين نحب احنا كما كتشوفوا الفرحة تبارك الله عليكم. يا خويا ان شاء الله هاد السيمانة نخرج واحد الأغنية أقسم بالله حتى نمشيو وندير أغنية ان شاء الله باش ما كان باش ما كان ان شاء الله نشجع الفريق تبارك الله عليكم. اللعابة بدلوا المجهود ديالهم بقاو غير هكذا بالنية ديالكم ولعبوا بالقلب ديالكم ان شاء الله والله حتى نوصلوا والله حتى نوصلوا ان شاء الله والله حتى نوصلوا تبارك الله عليكم. مربوحة ان شاء الله دائما واش قلتي؟ مربوحة ان شاء الله. واش قلتي؟ مربوحة. يلا قولي شي كلمة. أنا فرحانة اليوم ومشينا تفرجنا وشجعنا المنتخب وفرحة كبيرة والدعاويب كنا كنقولوا اللهم يسر ولا تعسر هذه هي أحسن دعوة وكنشكر شوف تي في وكنشكر جميع المنتخب. وإلا ما كانوش إلا ما كانوش النساء وديروا النية السلام عليكم. خويا طارق خويا طارق خويا طارق اخويا طارق خويا طارق رحنا دايرين النية وراها حاجة بقضية راك تشوف راه الظرف البوطو وتخرج الحمد لله حاجة انا يا جد فرحانة فرحانة بزاف 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 واش غادي نقول لك احساس انني تخشعت واحد الفرحه واحد الفرحه كبيره 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 ويستاهلوا كل خير وديما المغرب انا فرحانه بزاف الفوز المنتخب المغربي وان شاء الله الكاس كاس ديال الكاس ياك الاحسن مبروك علينا خويا على المباراه المباراه اللي كانت جمعنا مبروك علينا ديما المغرب اخوتي ديما المغرب تحيه لاصغر مشجع ودنا صافوكا ديروا النيه اصغر مشجع اصغر مشجع ديما كوكب والله ما مطيقين اخويا بهذا الفوز ديالنا اول مره في التاريخ ديالنا كتشوفوا ان شاء الله مربوحه ديما ديما المغرب ديما المغرب قول 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 وي وي حنايا فرحانين بزاف حيت غلبوا المغرب سبيتوا شويه بزاف شكرا 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 اذا مشيتي شوف دابا كما كتشوفوا الاجواء مازالت احتفاليه الاحتفالات لا زالت مستمره هنا تحياتي روح قلنا شي كلمه رواح رواح هاجي هاجي ولا تاجي عطينا الميكرو عطينا ميكرو ميكرو الا ما تمشيش ريح اصاحبي علاش تمشي راك مباشره شداتك الكاميرا صافي ولا شويه اللور الله الا فرحونا وتبارك الله عليهم والعقبه ان شاء الله الفينال ان شاء الله وان شاء الله مربوحه هذا العام كنا متوقعين ان
انهم يدفعوا الهدف. ايوا ضروري الانسان ما يقطعش ليا ساعه والتالي فهمت، ديما يتمنى الله مربوحه او ضروري ضروري دير النية الله يحفظكم وان شاء الله مربوحه ان شاء الله. اذا كما كنشوفوا مشاهدي جوتوي كما كنشوفوا معنا فرحة عارمة هنا بشوارع مدينة وجدة، كنا مع الفنان رامي لاباش اللي عطانا الابتسامات ديالو بطبيعة الحال، كنشوفوا واحد الكم هائل من النساء حاضر معنا هنايا في شوارع مدينة وجدة بطبيعة الحال. إذا احتفالات لا زالت مستمرة هنا في